أنا مستعد أدخل حساباتي كي أزودك بالدليل القاطع على أن هذه الصحراء مغربية. أنا مشيت لك ما مشيت لكش للأمور اللي متبوتة بالوثائق يعني الدبلوماسية، أنا تكلمت لك أنثروبولوجيا. علاش أصحاب الطنطان وقلميم اللي ينتموا إلى نفس القبائل نتاع اللي موجودين في العيون وفي الداخلة، علاش هادوك ما يديروش دولتهم وما يعتبروش باللي صحراوة، في حين اللي راهم صحراوة خاصهم يديروا دولة، في الحين اللي في العيون وهادو في الداخل خاصهم يديروا الدولة نتاعهم؟ شكون هذا المنطق؟ واش من منطق هذا؟ هذا النظام، شوف النظام هذا راه يكذب عليكم، هذا النظام راه يكذب لمدة 50 سنة بخصوص هذا الملف. وأنا شوف أنا ماشي مشيت للصحراء فقط، راني 25 سنة وأنا نبحث في الأمر، ونأكد لك بما هو جلي أن هذه الصحراء أرض مغربية وستبقى مغربية. وهادو علاش بغي يتقطعوا أرحامهم؟ يعني الناس رها المغرب لما وحد الصحراء في 75، يعني الناس نتاع مجتمع البيضان إلى غاية موريتانيا أقطع أرحامهم مقطوعة فقط مع الناس اللي في تندوف. وهذا النظام مسؤول على ما تم ما قام به منذ 1975. أعتقد أن السيد روح مشيت ما قدرش رفع الراية البيضاء. أو سويفان على السبت مباشر. أو سويفان الأصدقاء. أهلا مون جنرال. السلام عليكم استاذ وليد. وعليكم السلام ورحمه الله. ما كنسمع مشكله، ما كنسمعش. تسمعني؟ لا انا الصوت عندي. اهلا وسهلا بالجميع بالاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. وعليكم السلام ورحمه الله. السي مختار مساء الخير. تحيه سي وليد. اهلا وسهلا، كي راك داير؟ مرحبا. راكم ليه؟ الحمد لله. ودي السي وليد الله يحفظك. دابا خونا خونا ولد بلادي مشى مسكين ما قعدش. واش دابا؟ لا دي غير واحد رد. شوف اقطع لي الميكرو من عندك وليد، الله يرضى عليك، ما بغاش تقطع من عندي. قطع من عندك ونشوف. استنى شوف استنى هشام. نعم انا قطعت لك اخويا في نفس السياق. الا سمحتي الاخ وليد، في نفس السياق لما ذكرت بان الصحراويين من القبائل من طنطان ولا من قليميم واد نون انهم كاين اللي مغاربه والاخرون يريدون صنع دوله، ذلك انا اشرح لهم دائما كنعطي واحد لارغومونتير. تفضل. 48 قبيله، لا زرقيين ولا تدرارين ولا دليم سباعيين العروسيين رقيبات وغير 48 قبيلة. لا أدخل قاع أكبر قبيلة وتمثل تقريبا 50% من أهل البيضان وهي قبيلة الرقيبات. كيف يعقل غير بالمنطق أن رقيبي صحراوي رقيبي من غرب الجزائر تندوف بالشار أضرار عنده الجنسية جزائرية ورقيبي صحراوي من شمال موريتان عنده الجنسية موريتانية، ورقيبي صحراوي من جنوب المغرب قال له الشعب الصحراوي. شوف هذا الشخص الأخ اللي طلع ما عرفش الأفير، ما عرفش القضية، وهو طبعا ضحية للبروباغاند نتاع العصابة التي دجنت عقول الجزائريين لمدة عقود. وهناك جهل تام، الجهل ما راهش موجود على مستوى المواطنين العاديين، الجهل موجود على مستوى النخب الجزائرية. النخب الجزائرية لا تعرف أو لم تبحث في هذا الأمر. ورانا نشوفوا بعض الأصوات التي تحسب على نفسها معارضة، خصوصا ذلك اللي عايش في بريطانيا، يبين دائما جهله بالملف. تفضل مون جنرال، تفضل. السلام عليكم الإخوان. وعليكم السلام أستاذ وليد. فرصة سعيد، مبارك سعيد.
دكتور عيد مبارك، رمضان مبارك سعيد سي المختار وخونا سنوسي. ما فرصة سعيدة أنك تجمعتوا هنايا، ونتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. هذا النوع ديال الخطابات خويا أستاذ وليد، كما قلت أنت يعني على ماشي غير الجهل حتى التجهيل. يعني كان النظام في الجزائر سن واحد السياسة ديال تجهيل الشعب، صحيح. يعني نشر الجهل ونشر واحد لانه مستحيل ان يكون شخص بكامل القوى الفكريه ديالو يقدر يتجاهل واحد الاحداث التاريخيه ويمسحها بالقومه. صح، بحال نقول لك انت ماشي وليد، انا عندي معلومات خاصه بانك انت ما سميتكش وليد، هو فقط انت انتحال للاسم. صح، ومنين غادي تجبد له لا كارت ناسيونال ديالك، غادي يقول لك خلينا من الاسماء وخلينا من الانساب، نمشي نقز بلاصه اخرى. صح. هو الحاجه الثانيه مساله قطع الارحام. هو تخصص خصوصي للنظام، انا كنسميه النظام الحركي. صح. لانه الشيء الذي يقع في ديال قطع الارحام في الجهه الشماليه ديال الشماليه الشرقيه والشماليه الغربيه المنطقة الشمالية خير دليل. صح. وحنا كنشوفوا الإصرار والإمعان في قطع الأرحام، لأنه ربما الإخوان اللي ما كيعرفوش غير في مسألة الزواج المختلط. صح. الزواج المختلط مثلا هذه باش هو داخل في إطار واحد ربما أنت أدرى مني بهذا الملف، أن النظام في الجزائر حتى بغض النظر على الوقت الراهن اللي فيه تشنج سياسي كان يضع 1400 عقبة أمام الزواج المختلط. صح. عكس المغرب، يعني مثلا جزائري غادي المغربي غادي يتزوج جزائرية أو العكس في المغرب الإجراءات كتمشي بأسبوع. صح. لكن في الجزائر ممكن تضرب 6 شهور عام. وشوف بالنسبة لهاد قطع الحدود والاصرار، يعني في الوقيته ديال الحرب اللي كانت حرب وكانت ارواح كطيح، كانت هذيك الطريق الوحده على ما نظن اللي كانت خاصه. سي محمد، كان اكثر من الطريق الوحده، كانت الحدود ما بين 83 و 87 كان يسمح للعائلات المختلطه باش تمر، كان كاين الممر الانساني على ما اظن. طريق الوحده، لا طريق الوحده هي اللي تفوت بلا ماشي المركز العقيد زوج بغال ولا العقيد لطفي. كانت ما بين لما التقى الحسن الثاني والشاذلي بن جديد الله يرحمهم في مكه، اتفقوا باش اللي عندهم العائلات، يعني اللي زوجته مغربيه ولا اللي زوجها مغربي، باش يتنقلوا عبر المركز الحدودي. المركز الحدودي كان مسموح للعائلات باش يتنقلوا ما بين 83 و 87، ثم فتحت الحدود أمام الجميع. يعني الأمر في الثمانينات كان أفضل بكثير مما هو عليه اليوم. بالضبط. لأنه بين نفتحوا القوس ونسدوه، أن الشاذلي، أنا دائما كنقول الشاذلي بن جديد إحنا كمغاربة يعني فرض علينا أننا دائما نترحموا عليه، لأنه كان شخصية استثنائية بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة للعلاقات بين البلدين. غير بالنسبة لقطع الأرحام، شيء ماشي جديد على هذا النظام. يعني حتى المثل، لأنه هو كل ما يقوم به النظام الحركي في الجزائر هو في قطع أرحام أفقيا وعموديا. يعني إنساني ما بين ما عندوش إنسانية. وهذه توحيلنا إلى حرب الجزائر الثانية التي تسمى بالعشرية السوداء. يعني نظام الذي أو نظام هبط رب الواد، الذي هذا المصطلح اللي جاء على لسان شنقريحة في 2001 أشار له الحبيب السويدية في كتابه الحرب القادرة. النظام الذي لم يرحم نصف مليون ولا ربع مليون من شعبه، واش غادي يرحم باقي الشعوب في المنطقة؟ لا أدري، لا أعتقد. وهذا الشيء هو طبيعي، يعني وإذا جاء العيب من أهل العيب راه ماشي عيب، والله أعلم. شكرا خويا محمد، ولكن هي الحقيقة هذا النظام
يعني تؤرقه المسألة الإنسانية بين البلدين، وهو يدرك قوة الروابط بين القبائل الموجودة على الحدود. وأنا أحد يعني المنتمين إلى إحدى القبائل التي طرح اسمها أو ورد اسمها في معاهدة لالا مغنية في 18 مارس 1845، والتي تضررت مثلما تضررت كل القبائل الموجودة من أقصى الشمال إلى أقصى يعني الجنوب، تضررت من فعل هذا النظام الذي قطع أرحامنا، وإحنا ما نسمحوا لاش، لأن ما قام به هو جريمة في حق الإنسانية، وجريمة في حق الشعبين، وجريمة في حق هؤلاء الذين يسكنون الحدود، واللي كان عندهم دور حاسم في معركة التحرير. يعني باغي نطرح لك واحد السؤال ولكن انت جاوبت عليه قبل، كنت نطرح لك سؤال ولكن جاوبت في نفسه، هو اخر ما قلت. جيت نقول لك شنو هو الذنب الوحيد الذي ارتكبته القبائل والعائلات المشتركه في الجانبين كي تعاقب من طرف هذا النظام؟ هو ذنب واحد فقط هما اللي داروه بجوج، هو مقاومه الاستعمار، وكانوا الشريان التي كانت تمر منه الدعم المغربي الى بالقياده ديال الملكين سواء محمد الخامس او الحسن الثاني الى الثوار في الجزائر، فهم يعاقبون على هذا الذنب فقط. هو هذا الذنب الوحيد الذي ارتكبته القبائل والعائلات المشتركه يعني في نفس الوقت. ما نحتقرش الكلمه، وشكرا جزيلا. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. وتفضل دكتور عبد الحق، مساء الخير. مساء الخير خويا وليد، وعواشرك مبروك اخويا، ورمضان كريم. عواشرك مبروك اخويا، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وحشناك سيدي وليد. الله يحفظك، الله يحفظك خويا عبد الحق، توحشتكم ثاني، الله يحفظكم. ممتازة ما تلاقينا اخويا، عندك الجامعة ما تشوفنا. ممتازة ما عاودش تلاقينا، صح. كيراك داير؟ لاباس؟ صحتك لاباس؟ الله يطول عمرك اخويا، كدا الوليدات مزيان؟ كلشي لاباس، العائلة بخير. الله يكبر بك اخويا وليد. شوف اخويا وليد، هو انا اضم صوتي الى الصوت ديالكم، الصوت ديال باقي الاخوان، ان بعض الاخوه الجزائريين للاسف انهم عندهم عداء لكل ما هو تاريخي. ملي كيكون عداء لكل ما هو تاريخي، يعني كتضطر انك تعيد الشرار يعني ما يقول لك النظام، ويحولك الى آلة يعني للاسف الشديد. الذين حاولوا اعاده تنزيل الاستراتيجية ديال لينين في الشعب ديال الاتحاد السوفيتي آنذاك، حينما انفتح على بافلوف وقال له كيف أنني ممكن أنني نرد الشعب يتعامل بهذا المنطق ديال بافلوف ديال المهيج الاستجابة، وقدر أنني نوجهه حيث ما أريد، وبالتالي تم ضرب حتى الثقافة العصبية للشعب الجزائري، حتى أنه رغم أن مجموعة ديال العقلاء كانوا يقاومون مثل هذا النوع ديال البروباغندا، ولكن للأسف الشديد أن الإنسان العادي يسقط ضحية واحد البروباغندا اللي كتكون أنها يعني ممنهجة. والدليل هو يعني ملي كتسمع هذا الكلام ديال أن شخص لا زال يعيد ويلوك الأسطوانة ديال اليوطي، واليوطي هو الذي صنعه، واليوطي هو الذي فعله، وهذا فإنك يعني المخ ديالك أنه يحبس، خاصة ملي كتشوف أن التريتي ديال البروتكتورا كيقول لك كيفية تنظيم يعني حماية في المغرب، ويقول لك بأن الاتفاق بين فرنسا وبين الإمبراطورية الشريفة، وترى بأن حتى اليوطي نفسه يعني حينما يصف نفسه يعني احنا واحد المثل المغربي كيقول لك مالين الدار صبروا العزه يكفروا، يعني ملي كتجي تشوف اليوطي ماذا قال مثلا، رجعنا لا فونداسيون ديال اليوطي، ولا رجعنا شنو قال في العيد الكبير الذي مثلا صادف سنه 1919، كيقول لك ايسي او ماروك لا سورس دو توت اوتوريتي اي شي سيدنا، ما كيقولش حتى شي لو سلطان اي شي سيدنا، tout en représentant ici le gouvernement de la France, je m'honore d'être le premier serviteur de Sidna, sa majesté Saint le Sultan. يعني وهذا موثق موجود في هذا موثق، هذا يقولوا اليوطي، ها هو كاين في المؤسسه ديال اليوطي، وكاين هنايا مذكور يعني نوار سور بلون في العيد الكبير مع الاعيان، كيقول لك ان مصدر جميع السلطات هنا في المغرب راه هو السلطان، هو سيدنا، لا ينطق حتى السلطان، كيقول لك سيدنا. وهنا كما كيقول الحسن الثاني رحمه الله عليه، قال لك ان الذاتيه في العلاقات الدوليه، قال لك شي حاجه اللي هي كبيره وكبيره بزاف، يعني الانسان ملي كيدخل الذاتيه في التعبير، وكيقول لك بان مصدر جميع السلطات هو سيدنا، وكيقول لك جو مونور اتشرف بان اكون الخادم الاول لسيدنا جلاله السلطان المعظم. وبالتالي ملي كتجي كتحدث كتقول له انه راه هذه راه دوله، وراه كان عندها سفراء،
وكان يقام لها ويقعد، ودولة أسقطت عرش البرتغال لأزيد من قرن من الزمان، ودولة كانت لها سفراء، ولويس الرابع عشر وما أدرك ما لويس الرابع عشر كان يقيم استقبالات رئاسية لمجرد سفير ديال الدولة المغربية اللي هو يعني ابن عيشة. هنا هاد الناس هادو كنقول لهم يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية مع التاريخ، وأنا أقول أن المصالحة ولا المدخل المصالحة ما بين الشعبين المغربي والجزائري هي ينطلق من المصالحة مع التاريخ، ونعترف بأن هذا النظام الجزائري جرنا إلى معركة تاريخية يعني هو أولا خاسر فيها، ثانيا هو المتسبب فيها، لأنه أولا أنت كتعرف يا أخي كيف أنه وقع أنه أعطيت له وعود والمواثيق، وأقسم الناس بأغلاض أيمانهم على أساس أنهم يعيدون النظر في مجموعة من الحدود، وتشوف ماذا وقع مع الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية، وفرحات عباس كان حاضر مع محمد الخامس ومع الحسن الثاني، وفي نفس الوقت كان الناس يفاوضون يعني ذاك لوي جوكس ذاك المفاوض الفرنسيين، وشفتي كيف أن حرب الرمال ثبت من خلال مذكرات ديال الطاهر الزبيري ان يعني من بدا هذه الحرب هو يعني الجيش الشعبي الجزائري، وشفنا في المساله ديال الحدود وشفنا مجموعه من الامور، وام قال واحد وام قال جوج كلها جرت فوق اراضي مغربيه وشارك فيها يعني عناصر من الجيش المغربي، وقد لا يعلم الكثير من الجزائريين، معظم الجزائريين ومعظم المغاربه، رجعوا غي يعني شوفوا المرافعه ديال البجاوي ولا هذاك اللي كان يمثل الحكومه الجزائريه في محكمة العدل الدولية، مرافعة رائعة جدا يثبت من خلالها يعني احنا ما تدخلت الجزائر ك اون بارتي انتريسي يعني مهتمة بالموضوع، كيف انه يستدل على ان الصحراء كانت دائما انها صحراء بان الصحراء مغربية، وحينما يعني تم حشر الجزائر في الزاوية قالوا بانه ذاك السيد يمثل نفسه كقاضي ولا يمثل الدولة الجزائرية، في حين اننا عندي المحاضر ديال محكمة ذاك المرافعات اللي هي في 500 صفحة وكان فيها ازيد 193 وثيقة تثبت بأن الموقف ديال الجزائري كان دائما يعني مساندا لمغربة الصحراء، والكل يعلم بأن حتى هواري بومدين على علته رفض أن يدخل مع معمر القذافي ورفض أن يعترف بالبوليزارو في بداية الأمر إلا أن تغيرت لادون، وبالتالي نحتاج إلى مصالحة تاريخية، نحتاج إلى صوت العقل، نحتاج إلى حكماء من الطرفين ليتحدثوا وليتواصلوا لقطع وتوضيح مجموعة من الحقائق التاريخية لخلقي قاعدة لا في المغرب ولا في الجزائر اللي ممكن أنها تحلحل الوضع في انتظار أن ينعم الله سبحانه وتعالى على الجزائر بنظام يفكر بمصلحة شعبه أولا وليس بمصلحة المغرب، بمصلحة شعبه أولا ثم بمصلحة المنطقة التالية. وأنا أعتقد في قناعتي أن ربما مني كتشوف البنية السلوكية ديال النظام الجزائري ترى بأنهم ربما أنهم يعتقدون أنهم لا يمكنون حتى الشعب الجزائري، لذلك أنه لا يمكن أن نفهم أن واحد يقتل ربع مليون وأنه بعد يجي يتكرم، ولا يقبل أنك تقتل المئات والآلاف وأنك تتكلم بشكل عادي، وغير مقبول أنك مثلا ترى راسك ليس لك شرعية تاريخية ولا مشروعية انتخابية وأنك لازلت تتحدث باسم الجزائر، وهذا مشكل يدخل فيه حتى فرنسا مجموعة من الأمور. فأنا طلعت باش نحييك أخويا وليد، شكرا أخويا عبد الحق، بأن يلزمنا نقاش تاريخي حقيقي وموضوعي بعيدا عن الأحقاد إذا ما كنا نريد أن يعني نتقدم خطوات للأمام. بارك الله فيك على هذا الكلام وهذه المداخلة القيمة، وفعلا أنضم صوتي إلى صوتك لأن نحن بحاجة إلى مصالحة أسسها متينة أولا. علاش؟ لأن يعني المصالحة إذا ما كانتش بالعودة إلى جذور الصراع وإلى إعادة قراءة التاريخ وإلى نشر ما هو صحيح يعني تاريخ صحيح ومجابهة هذا التزوير، لا يمكن أن تكون مصالحة بين الجزائر والمغرب، والمشكل تاريخي، المشكل تاريخي أساسا، ونحن بحاجة إلى التحلي بالشجاعة من أجل أن نزرع الأمل في الشعبين وأن نقيم مصالحة أسسها صحيحة. وأنا من الذين دائما يحرصون على ضرورة فتح التاريخ وضرورة الرجوع إلى التاريخ لتنوير الرأي العام ولكشف زيف الأكاذيب انتهى هذا النظام. حتى يعني شوف صدقني اليوم في المشهد الإعلامي في الجزائر المؤرخين الصحاح يعني المؤرخين راهم يتفادوا يتكلموا نظرا للحرج اللي وضعهم فيه النظام الحاكم، لأن المؤرخين يعرفوا حقيقة الأمر. شلق هذا النظام راه جاب هذاك طبيب حاشاكم البغال والحمير هو اللي راه ينظر لهم في التاريخ، في حين المؤرخين الجزائريين الحقيقيين راهم تحت ضغط الخوف والترهيب طبعا، لأن هناك قمع فكري ممارس على الجزائريين من نخب داخل الوطن، لكن صمتهم يؤكد على أن ما يقوله هذا النظام وما يقوله تقوله الأبواق انت هذا النظام كما احنا نقوله خرطي في الخرطي سيهي